وطيب نرجع لمدير اداره العلاقات الدوليه وتنميه المهارات. ايه المنصب؟ الناس بتسال يعني ايه مدير اداره العلاقات الدوليه وتنميه المهارات؟ طب هو القرار متاخد من مجلس اداره يونيو 21 يونيو 2021، بس طبعا ما تفعلش بشكل كبير عشان كنت عشان مسؤوليتي مع في الترجمه مع الجهاز الفني السابق. العلاقات الدوليه والقطاع كره القدم وتنميه المهارات، العلاقات الدوليه هو كل ما هو ليه علاقات مثلا اكاديميات وبروتوكولات وتعاملات وحته الاديوكيشن، حته التعليميه، الحته الاكاديميه اللي هي الكورسات سواء اللاعبين او افراد اجهزه او اي حد في المنظومه الرياضيه في قطاع كره القدم في حته الرياضه. وتنميه المهارات ويمكن حاجه هي الهدف منها ان الكادر اللي شغال في النادي الاهلي يبقى ليه شكل مختلف عن اي نادي تاني. فبالتالي احنا بنشتغل على تطوير المهارات، تطوير المستوى التعليمي والثقافي والايمج نفسها يبقى شكله مختلف. المهارات الاداريه وبعد كده المفروض فيس 2 هيبقى يخش على اللاعبين، نبدا من الصغيرين. فيري جود. نعرفهم، نعملهم زي اورنس، فاهمهم ازاي تشتغل، ازاي تناقش عقدك، ازاي تتعامل باحترافيه وانت صغير. بنبدا على السن الصغير، عشان كده احنا في قطاع كره القدم كله من تحت بنبدا من الاكاديميات والناشئين لغايه الفريق. يعني ده النادي الاهلي بيعمل زي مدرسه بالظبط، ما فيش لسه اول نادي في مصر يعمل ده. وفي بعض الانديه طبعا بره وفي اوروبا كتير بنلاقيه ده، ان هو بيهتم ان اللعيب ده بيعرف يطلع يتكلم مع الاعلام، بيعرف يتكلم في عقده، بيعرف يعني وبيعرف يتعامل حتى في مواقف، يعني الحته النفسيه اللي كان بيقولها ميشيل من شويه. اوكي، دي مش لازم يكون في معد نفسي بس مع الفريق، انت من هو صغير بتشتغل عليه في الحته دي. فبتحط فيه مهارات معينه وتنمي مهاراته بشكل جيد وتقوم سلوكه. اعتقد ان ده اللي فرق مع محمد صلاح. طبعا 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 الشخصيه محمد صلاح اللي بس فرق، هو عنده هو ده، يعني هو بدا في مصر طبعا، بس هو عنده ده، يعني هو استعداد. لان في ناس سافرت بره ما وافقتش، ما عملتش عمل محمد صلاح. طيب متى سيتم تفعيل هذه الاداره بقى؟ هل تم بالفعل؟ اتفعلت خلاص. انا كان عندي اجتماع مع كابتن خطيب، وطبعا دعم كابتن خطيب ليا من اول يوم دخلت فيه النادي الاهلي ومجلس اداره، يعني بيخلي الواحد عايز يشتغل ليل نهار. يعني بتلاقي رئيس النادي الاهلي قاعد معاك وبيشكرك على الفتره اللي اشتغلتها مع النادي وبيدعمك وبيقول لك انا في ظهرك ويلا اشتغل وريني ومتابع معاك بشكل شخصي، حاجه فعلا تسعد وحاجه تخلي الواحد هو وكابتن حسام غالي وكل اللي شغالين قائمين على كره القدم. أوكي. تحس ان هم منتظرين منك فانت عايز تشتغل. انا بشتغل دلوقتي بعمل بلان، يعني طبعا بنعمله يعني بفترات، يعني مرحله اولى، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه، وهنبدا ان شاء الله نطبقهم بعد العيد.